خلونا نروح دلوقتي ونتابع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية وزميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك يا ليلى. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في مباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر حقق فوز مهم على منتخب غانا 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023 واللي بتضم منتخبي مصر وموزمبيق. بالنتيجة دي رفع منتخب كاب فيردي رصيده لثلاث نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، ومنتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ومنتخب موزمبيق في المركز الثالث بالرصيد ذاته، ومنتخب الغاني في المركز الأخير بترتيب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط. منتخب نيجيريا اتعادل مع غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب الحسن وطارة ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار. في ظاهرة هي الأولى من نوعها داخل ملعب كرة القدم، صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية سلطت الضوء على مدافع المنتخب نيجيريا ويليام تروس إيكونجا بعدما ارتدى حذاء مصنوعا من مخلفات الذرة وقصب السكر وغيرها من المواد المستدامة، ده في مباراة منتخب بلاده الأولى ضد غينيا الاستوائية بالأمس. نروح لبطولة كأس آسيا، ومنتخب الإمارات حقق فوز كبير على هونغ كونغ بنتيجة 3-1 في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 باستاد خليفة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة. ولسه مع كأس الأمم الآسيوية، وفاز منتخب اليابان على فيتنام بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023. منتخب فلسطين خسر أمام نظيره إيران بنتيجة 4-1 في مباراة أقيمت بينهم امبارح على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2023 المقامة في قطر حتى 10 فبراير المقبل. بالنتيجة دي تصدر منتخب إيران صدارة الترتيب المجموعة الثالثة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، ومنتخب فلسطين في المركز الأخير بترتيب المجموعة. فريق ريال مدريد حقق لقب كأس السوبر إسبانيا على حساب نظيره برشلونة بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي في نهائي كأس السوبر الإسباني. أحرز أهداف الريال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بواقع 3 أهداف في الشوط الأول قبل أن يقلص البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم برشلونة الفارق بالهدف الأول، وأحرز البرازيلي رودريجو الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء. فريق مانشستر يونايتد اتعادل مع توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 في مباراة اللي جمعتهم امبارح في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 40 نقطة. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته امبارح على ملعب التتش بمقر الجزيرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسي مارشال كولر، وده استعدادا للمرحلة المقبلة. وعقد كولر اجتماعا مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش المران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات، وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.